نشوف ان يمكن المباراه هذه اختلاف عن التجربه في العام الماضي، يمكن استفاد من التجربه كثيره. نعم. نشوف انه داخل التركيز اعلى، الفريق ثبات اكثر رغم مستواه في او ترتيبه في الدوري السعودي. رغم الترتيب يعني احنا نقول شوف في الدوري السعودي يمكن في اكثر من فريق، يمكن خلينا نقول من قوه المنافسه يمكن مظلومين نوعا ما. الدوري متواجد فيه الهلال، النصر، الشباب، الاتحاد، يعني حتى اقول التعاون اصبح من الفرق الكبيره، حتى الفيصلي يعني اصبحت من الفرق اللي تصعد منصات في كاس الملك تحصل على كاس. التعاون استفاد من تجربه العام الماضي، المباراه هذه مقدم مستوى كبير. احنا نعرف الدحيل يعني فريق ليس بالسهل، فريق يحتوي على خلينا نقول عدد كبير من اللاعبين المحترفين، وتقريبا ثالث الدوري القطري والان هو ممكن احضر مدرب جديد. يعني خلينا نقول انه نتيجه ممتازه جدا جدا تقوي حظوظه في التصدر المجموعه، يحافظ على تصدر المجموعه والتاهل مباشره دون النظر امام بختاكور. يعني هي المباراه المحك، يعني التعاون مطالب بالفوز على اساس انه يضمن التاهل كمركز اول ويدعى المنافسه على المركز الثاني بين الدحيل وال طيب جميل انا